الحمد لله المنزل بالحق قرآن المتكفل بالبيان إذ يقول ثم إن علينا بيانا الذي وزع للقسط ميزانا وأنار للدين برهانا وعلى لمحمد بالنبوة شعنا ورفع فوق كل مكان مكانا واقتصه بكتاب زمنه لكل شيء تبيانا وجعل ابن أمه علي بن أبي طالب ترجمانا وأيده بعيمة من نسله يلي كل إمام منهم زمانا صلى الله عليه وعلى من وقاه بجسمه في الملمات وسانا وكفاه في البأس بكره وعوانا علي بن أبي طالب الذي أتاه الله من لدنه سلطانا وجعله بين الحق والباطل فرقانا وعلى الأئمة من ذريته القائمين فروع المجد وأغصانا إلهي لقد اشتدت البأس وشمل اليأس وأدنى قليلا مستضعفين في الأرض نخاف أن يتخطفنا الناس إلهي كيف أهات بنا الشر من جوانبه وزحف بمواكبه وزحمنا بمناكبه فلا مانع ولا دافع ولا راكع ولا واقي فنحن منبوذون بالعرى خابتون بالأشوى بأسنا قليل ولساننا كليل وطبيبنا عليل فأين المفر وكيف السبيل أين الحفظة والرعاة أين الحجج والدعاة أين من كان يخرج ببيانه من الشجر الأخضر نارا أين من كان يخلق ببرهانه لأفق الملكوت أستارا أين الأعلام المبينة أين الديانات الشهينة ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربة فلهفي على زب التراكيب البشرية والتصاوير الناسوتية السبية إذ بلغت بهم الحال وانتهى بأمرهم الاختلال إلى أن صار الأنعام نحوهم يتنابزون وإذا مروا بهم يتغامزون اللهم إنا نشكو إليك سوء الحال وكسوف البال فخذ بأيدينا مما نحن فيه واحلل عقدة من لساننا معقودة في متابيه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فاكشف أنا بنعمائك في حسن الإجابة البؤسا وآتنا سولنا كما آتيت سالفا فقلت قد أوتيت سولك يا موسى إنك ولي الإجابة وأحل الاستجابة.